الكرة ديالكم بوزيسيون ديال الصورة خطيرة هو بوزلفا كيقطع وكترجع مرتدة عند كوتي خطيرة 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 أوي 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 خطيرة وسفيان سفيان كيتدخل وكتخرج الكرة الركنية ركنية لفريق أسود خبازات إذا بدا الإيقاع كيرتفع بدينا كنشاهدوا محاولات من كلا الفريق بوزلفا بوزلفا كيلعبها بطريقة جميلة عند طيبي تيمررها بطريقة أجمل عند سفيان أوي 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 قدفة قوية قدفة قوية للاعب سفيان وكتمر بوحدية بسنتيمترات قليلة على مرمى الحارس سفيان أوي 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 قدفة قدفة قوية ولكن مرت محادية سفيان كيلعب كيلعب عند شاكيب شاكيب كيدير لامورتي جميل خطير شاكيب اوي 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 جودي وجالي اوي اوي هدف جول 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 شباب شباب خريبكا كيف تسجيل عن طريق اللاعب عادل جودي لاعب منتخب الاولمبي اوي اوي النتيجة كتغير النتيجة كتغير وكتصبح 1-0 لشباب خريبكا عن طريق اللاعب عادل جودي لاعب الدولي اذا موجود شي يلعب عند ايوب مصاب ايوب مصاب كيلعبها وجه لوجه طارق اوي 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 طارق كينفرد وتدخل الحارس محمد شريده اللي تدخل في الزمان والمكان المناسبين لولاه لكانت تكون اصابه ثانيه كيمرر الكوسي اوي اوي تبادل كروي جميل اوي 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 سفيان سفيان على مرتين سفيان كيدخل على مرتين بطريقة حراس كبار وجه اللي وجه أمام سفيان سفيان الحقيقة أوه عادل مشى وجه اللي عادل جول 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 عادل عادل جودي نجم الفريق ولاعب المنتخب الدولي الأولمبي ولاعب المنتخب الأولمبي التبادل الكروي ديال لاعبي الشباب أوي 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 خبازات خطيرة خمسة في الشباك ثلاثة وأربع ضربات جميلة ومركزة والخامسة في الشباك صراحة هدف يدرس هدف يدرس للاعبي فريق شباب خريبكا أوي 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 على هدف أوي 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 على هدف شاكيب شاكيب للصديق الصديق لشاكيب والصديق لشاكيب وشاكيب ما كيوزع ما كيوجدش أنا في وضع الكرة داخل الشباك الحارس مع نهاية اللقاء بعض اللحظات لتفوق فريق شباب خريبكا على أسود خبازات 3-0 اذا هنيئا لفريق شباب خريبكا بعد الفوز وهو اللي هو الفوز الاول وحتى اوفق لاسود الخبازات في باقي المباريات اذا ما بقى لي سيدتي سادتي الا ان اودعكم في امل اللقاء بكم في مقابله اخرى ان شاء الله والسلام عليكم.